الفلوس بصراحه، وانت عارفين شعور الفنان مختلف عن الحيوانات اللي زيكم صح؟ انت مالك بس سلام من ايه؟ ولا الان ولا حاجه، انا هقول انا عايز فلوس اروح لاخويا فواز في دبي، فيها ايه؟ مش هيحرجني صح؟ عادي. لا انا متوتر بصراحه. لا فوزي ده خالك وخال والد. لا اصل هو بصراحه مش خالي لازم، يعني هو امي ولاد خاله، فده يعتبر خالي؟ ايوه طبعا ده كده يبقى خالك لازم. طب الحمد لله. انا متفائل والله متفائل. بقول لك ايه، اطلب ال 4000 بتوع التذكره ولا اطلب 76 عشان لو نزلهم شويه اخد 500 جنيه وما بقاش خدت اللي انا عايزه. يا عم ده خالك، خليك جريء جريء. يا عم الجريء. يا خالد فوزي. انا مش فوزي، انا مختار. تصرف جنيه في اسبوع يا ابني الكلب؟ ليه؟ بعمل ايه انا عشان تصرف جنيه في اسبوع؟ ايه ده؟ خشينا يا خالد. انت غلبانين ايه؟ انا خايف من شكلك انت. ايه يا خال، ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف جنيه في اسبوع يا فوزي. صرف جنيه في اسبوع. ما دي التربيه البايظه، لو كانت اللمبه المحروقه دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير، انا اروح اشوف مين شرب نص سجاير. خد يا انت عايز ايه؟ انت مش امك بعد الجهاد وخلاص تمام؟ انا عارف ان امي ماتت، انا عارف، بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد، قلت يمكن. انت مش مريحني، مش مريحني. انا ماليش غيرك يا خال. امال عايز ايه؟ عايز بصراحه، عايز قولي الحقيقه، عايز ايه بصراحه؟ انا عايز 4000 جنيه اقطع تذكره واروح دبي. انت بتستخبى يا ده في ناس كتير قوي جوه. انت بتستخبى يا عايز تروح دبي؟ اه انا هديك ابو صاحبي. عايز تروح ابو صاحبي دبي يا خالي؟ دبي. انا اوديك دبي. طب اسلم على مرات خالي. لا اوديك دبي الاول. بس دبي مش من هنا. والله توحشنا يا فوزي. والله انا اللي كل حاجه هتوحشت يا محروس، بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل اللي حيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع، ده احنا اخوات، وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه فوزي. إيه؟ الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي حلال عليك يا عم. يا جدعان لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انت عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكوا وصيه، كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه؟ احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا ما بحبش حد يدخل البيت وانا مش موجود، وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا. توحشوني والله. سلامه يا فوزي حبيبي. بقول لك يا فوزي، ولا اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه، لان المصنع اللي انا فيه بيتسكر. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف مايكات وعده الدي جي، هخليك ملك. لا لا بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق، كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا لا طالما سالف لا، وبعدين اللي انت كتبتهولي كتير بصراحه. سلم لي على الحاجه خليها تدعي لي. ها معلش في 500 عشان المصاريف بتاع اولاد اختي اطفال. فوزي على اطفال لازم يتعلموا، لازم يتعلموا. اتفضل يا عمي ربنا معاك. الله فوزي معلش انا في 125 عشان انا محكوم بمعاد شحن المحمول بتاعي. خد الساعه بتاعتي. لا لا خد الساعه. هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه اللي انت عاملها لي. فوق على دي صداقه. انا عايز اقول لك حاجه، اي حد يطلبني في فرح في حفله انا ما سبتش البلد. ها انا رايح رحله علاج في ساحل العاج، اتفقنا؟ يا جدعان جبت التوك توك؟ طبعا عندليب اتفضل. وده هيكفينا احنا الثلاثه؟ مش ده فوزي ده سواق التوك توك اهو. مؤاخذه مؤاخذه، سواق ايه ونيله ايه؟ انت عامل التوك توك على قدك، امال الزباين تركب فين؟ يا عم اتاخر شويه. حرق اسود ومنيل. باي باي يا مصر. باي باي يا مصر. يا عم مش عارف مورنينج مستر فواز. جود مورنينج. الموظفين مستر فواز يبغون يقدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين، والله تركتيني ووحشتيني وحشتيني. ورايا شباب عزم الله أجركم.
يا لها باللي له الخافق يهلي هلي من الفرحة وروحي بات هلي هلي إلا شفته ولو في النفس ضيقة ضيقة تفرج كل همي واضمحلي حلي رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا واللي وعد بوعده ما يخلي خلي مش هتقدر تغمض عينيك.